السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معنا فكرة بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيل، علشان خاطر لو انت عايز تسافر او انت مشغول او انت بتنسى او انت معاك مشوار وهتسيب النباتات بتاعتك فلازم ترويها بطريقة آلية. النهاردة فكرتنا بسيطة وبأدوات بسيطة خالص من غير اي تكاليف، احنا بنحب نعمل حياة اي حد ممكن يعملها في البيت عنده، والحمد لله افكارنا كلها من دماغنا، ما بناخدش افكار من اي حد. طبعا الفترة الاخيرة طبعا الفيديوهات اللي احنا بنعملها الحمد لله في قنوات كبيرة جدا بتاخدها طبعا وتعرضها عندها فيه، فده طبعا شيء يفرحنا. واحنا مبدأنا برضو ان زكاة العلم نشره، وهدفي كمان ان انا اقدم محتوى كل الناس تستفيد منه وكل الناس تعرف تنفذه في البيت بدون اي تكاليف علشان خاطر الناس كلها تستفيد. نبدأ بسم الله. الادوات اللي احنا نحتاجها طبعا اول حاجة ازازة زي حضراتكم شايفينها، طبعا ممكن تجيب ازازة اكبر من كده في الحجم هتقعد معاك، دي طبعا حجمها 20 لتر، يعني انت ممكن لو جبت حاجة اكبر من كده ممكن تفضل معاك شهر لو انت طبعا عندك مجموعة اشجار. تاني حاجة معانا الخرطوم اللي حضراتكم شايفينه، طبعا ده بيتباع في محلات العدد والادوات، طبعا زي ما انتم شايفين هو مرن شويه، بيتباع بالمتر على فكره يعني وسعره مش غالي، وفي منه احجام، في منه اكبر في منه اصغر. بعدين هنجيب ازاز زي ما حضراتكم شايفين، بس الفتحه بتاعتها تكون كبيره شويه، مش هنختار الفتحات الصغيره علشان خاطر لما نقفل ونفتح تبقى الامور يعني سهله نعرف نتحكم فيها كويس. هنختار واحده زي اللي حضراتكم شايفين الفتحه بتاعتها يعني كبيره شويه، بحيث ان احنا نقدر نتحكم فيها كويس ونتحكم فيها يعني اقل من قطره ميه صغيره خالص، عشان ايه نعرف نتحكم في المحبس. هنعمله زي نظام محبس كده بالظبط، وهنبتدي ان احنا نخرم كاوية اللحام. طبعا لو ما عندكش كاوية لحام ممكن تستخدم مسمار على النار وتخرم في اخر الطرف خالص علشان خاطر الغطا لما يقفل على الخرطوم يقفل زي المحبس كده بالظبط ويعمل احكام، واحنا نتحكم لما نفتح يزيد لما نقفل المية تنقص. طبعا فكرة في منتهى السهولة، لا تقول لي طبعا لا الصين ولا اليابان، احنا الحمد لله المصريين جاهزين باي حل لاي مشكلة ان شاء الله. لو عندك اي مشكلة اكتب لي في التعليقات وهرد عليك مهما كانت. كده الامور بدأت توضح. المفروض ان انا بحط الخرطوم في الفتحات اللي انا عملتها، طبعا المفروض الغطا هيقفل كويس ويعمل احكام على الخرطوم عشان الخرطوم مرن فهيتقفل خالص زي ما انتم شايفين كده الخرطوم مرن. طبعا ما ينفعش طبعا احنا نجيب خرطوم يكون يعني صلب، لا ده لازم يكون مرن زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هنبتدي هنا نعمل فتحة في الازازة بتاعتنا، طبعا نحاول ان احنا ما نزودش الفتحة علشان خاطر الخرطوم يدخل باحكام، احنا كده كده هنلحمه بشمع برضه بس عشان خاطر يبقى ما يسربش ميه نهائي، والميه كلها طبعا تنزل وتتفضي على الارض. زي ما انتم شايفين احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نظبط الفتحة على قد الخرطوم. كده الخرطوم دخل في اسفل الزجاجة طبعا من تحت. نخلي بالنا طبعا لازم تكون الازازة اللي احنا هنشتغل بيها تكون مستواها اعلى من مستوى النبات اللي احنا هنرويه. هنبتدي هنا برضو نحط شمع للخرطوم علشان خاطر ما يسربش ميه. عندك مسدس شمع ماشي شغال، اي مادة لحام عندك هتأدي الغرض شغال، امير شغال، اي حاجة عندك تأدي الغرض بحيث ان الخرطوم ما يسربش مية من تحت وخلاص. بس انا بحط شمع طبعا عشان السهل ان ممكن اشيله تاني. زي ما انتم شايفين كده هو دخل كويس، هنستنى عليه لحد لما ينشف وبعدين نبتدي نشتغل بيه ونشوف احنا هنعمل بيه ازاي. ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشكل النهائي بتاع الري الالي اللي احنا عملناه بفكرة بمنتهى البساطة خالص من غير اي تكاليف، يعتبر مفيش غير الخرطوم بس هو اللي احنا تكلفناه. في المرحلة دي ان احنا نعلي المسافة عن سطح التربة او عن سطح الارض علشان خاطر يبقى ضغط المية قوي عشان نعرف نتحكم فيه كويس. هنحط زي ما انتم شايفين كده اي حاجة عندنا، طبعا طوب اي حاجة متاحة عشان نحط فوقيها البرميل او نحط فوقيها الازازة اللي احنا اشتغلنا عليها. طبعا انت ممكن تحط ازازة اكبر من كده، طبعا ممكن تحط برميل 50 لتر 100 لتر، لو عندك اشجار ممكن تعمل توصيل اكبر من الخرطوم اللي انا عامله طبعا وتوصل وتعمل كل اللي انت عايزه. طبعا انا وصلت لك الفكرة بسهولة وانت ممكن تطورها زي ما انت عايز وتوصل بيها لاكتر من كده زي ما انت عايز. زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي كده. طبعا انا خرمت الغطا بتاع الازازة فتحة بسيطة بس عشان خاطر ان انا ادخل فيها السلكة زي ما انتم شايفين عشان خاطر ان انا اعرف اثبتها في جسم الشجرة كويس. زي ما انتم شايفين الخرطوم اللي احنا بنستخدمينه اللي هو الصغير ممكن تشتري منه 2 متر 3 متر 4 متر على حسب احتياجاتك، سعره مش غالي، سعره يعني رخيص تمام. وزي ما انت شايف انت ممكن برضو تلف الخرطوم ده حوالين النباتات في القصيص وتعمل فتحات بسيطة خالص بالابرة وتروي بيها النبات. وبرضو الازازة اللي احنا مستخدمينها ال 20 لتر انت ممكن تستبدلها ببرميل كبير 50 لتر او 100 لتر تروي بها النبات، ممكن تفضل معاك لمدة 15 يوم او 20 يوم.
وزي ما انت شايفين احنا بنتحكم بسهولة جدا في كمية المياه اللي بتنزل، يعني ممكن نخليها نقطة نقطة، وممكن نخليها اكتر من كده، ممكن نخليها اسرع من كده. الموضوع سهل والفكرة بسيطة، واحنا عندنا افكار اكتر من كده ان شاء الله. لو عجبك الموضوع اكتب لي في التعليقات وقول لي، واحنا هنطور الفكرة ونخليها احسن من كده برضو، وممكن نستخدم ادوات اسهل من كده. اهم حاجة ما تنساش تكتب لي في التعليقات وتقول لي رأيك، وان شاء الله احنا مستمرين ومعانا افكار اكتر من كده بكتير. انا زودت الجزء الاخير ده بس على الفيديو علشان خاطر اوضح الفكرة بشكل اكتر، بالنسبة لو انت عندك نباتات في قصيص. طبعا انا كنت عاملها على الشجرة، بس انا دلوقتي اوضحها لك بشكل اوضح. زي ما انتم شايفين انا طبعا عليت مستوى المية زي ما انتم شايفين وكده بالظبط، وجبت الخرطوم زي ما انتم شايفين. طبعا انا جيت في طرف الخرطوم هربطه كده بحتة سلك او بحتة خيط علشان خاطر المية ما تسربش، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هتنيه واربطه ربطة خفيفة خالص، هي كده المية اتحبست في الخرطوم. انا بحاول اوضح لك كل النقط علشان خاطر انت ما توقفش على اي حاجة بسيطة. زي ما انت شايفين ده الشكل النهائي. هنبتدي طبعا احنا نلفها على كل النباتات اللي عندنا، سواء كان عندنا قصيص او 2 او 3 او 10 زي ما احنا عايزين. ونبتدي في كل قصيص نحط حتة خشبة زي ما حضراتكم شايفين عشان نثبت فيها الخرطوم، علشان خاطر ما يتحركش من الهواء، عشان طبعا احنا هنضطر ان احنا نسيبها طبعا فترة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ونبتدي نوصل للتاني والتالت والرابع، نبتدي نثبت كويس زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ممكن تستخدم اي ادوات عندك، انا يعني بطرح الفكرة فقط لا غير. ولو الفكرة ما عجبتش حضرتك ممكن تكتب لي برضو في التعليقات، وانا اجيب لك فكرة ممكن تكون اسهل من كده برضو. بس احنا حبينا نستخدم ادوات بسيطة متاحة يعني باقل التكاليف. هنا هنجيب ابرة زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي نعمل فتحات بسيطة في الخرطوم علشان تنجط نقط بسيطة جدا. طبعا احنا هنتحكم في كمية المياه اللي هتنزل عن طريق المحبس اللي حضراتكم شايفينه واللي احنا عاملينه. ولو لا قدر الله الفتحة اللي انت عملتها مثلا بعدت شوية عن القصيص او قربت، ممكن تسدها بالشمع او بأمير، يعني كل حاجة ليها حل وكل حاجة برضو متاحة. انا بحاول ان انا يعني اساهم معاك في كل الافكار زي ما انتوا شايفين. طبعا انت لو عندك 10 قصيصات 15 واحد، ممكن تجيب مثلا 5 متر 10 متر 20 متر وتمدهم كده بالطول، وتجيب خزان كبير. حتى لو عندك خزان مثلا متر او 2 متر ممكن تنساهم، يعني الازازة اللي حضرتكم شايفينها دي اللي 20 لتر ممكن تقعد 15 يوم بهذا الشكل مع القصيص اللي انتوا شايفينه. اتمنى تكون الفكرة عجبت حضراتكم، هنتظر تعليقاتكم. واللي عنده اي مشكلة برضو يا ريت يقول لي ويطرح لي، وانا ان شاء الله هجيب له ليها حل. زي ما انت شايفين يعني كمية المية اللي نازلة يعني حياة بسيطة خالص، ده هو اللي احنا محتاجين، مش محتاجين اكتر من كده، لان هتفضل على مدار اليوم شغالة بنفس الشكل. الفكرة بتاعتنا كده انتهت النهاردة. ما تنساش تكتب لي في التعليقات وتقول لي رأيك ايه، ولو الفكرة ما نفعتش معاك هعمل لك فكرة تانية برضو. وما تنساش تشير الفيديو علشان خاطر يوصل لاكبر عدد ممكن، علشان خاطر الكل يستفيد. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.